صباح الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير. السبت 13 يناير 2024، 4 طوبة 1740. اليوم 4 من الشهر المبارك طوبة. أحسن الله استقباله وأعاده علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان، مغفور الخطايا والأثام من قبل مراوح من ربي يا أبائي وإخوتي أمين. وفي مثل هذا اليوم من سنة 100 ميلادية تنيح القديس يوحنا البتول الإنجيلي الرسول وهو ابن زبدي، ويقول ذهبي الفم أنه تتلمذ أولا ليوحنا المعمدان وهو أخو القديس يعقوب الكبير الذي قتله هيرودس بالسيف، وقد دعاه المخلص مع أخيه بونجيراس أو بونيركاس أي ابن الرعد لشدة غيرتهم وعظيم إيمانهم، وهو التلميذ الذي كان يسوع يحبه. وقد خرجت قرعة هذا الرسول أن يمضي إلى بلاد آسيا، ولأن سكان تلك المنطقة أو الجهة كانوا غلاظ الرقاب فقد صلى إلى السيد المسيح أن يشمله بعنايته. وخرج قاصدا أفسس مستصحبا معه تلميذه برخيروس، واتخذ لسفره سفينة، وحدث في الطريق أن السفينة انكسرت وتعلق كل واحد من الركاب بأحد ألواحها، وقذفت الأمواج بروخرس إلى إحدى الجزر. أما القديس يوحنا فلبسه البحر عدة أيام، تتقذفه الأمواج حتى طرحته بعناية الرب وتدبيره إلى الجزيرة التي بها تلميذه. فلما التقي شكر الله كثيرا على عنايته بهم، ومن هناك مضى القديس يوحنا إلى مدينة أفسس ونادى فيها بكلمة الخلاص، فلم يتقبل أهلها بشارته في أول الأمر، إلا أن حدث ذات يوم أن سقط ابن وحيد لأمه في مستوقد حمام كانت تديره، فأسرعوا لإخراجه ولكنه كان قد مات. فعلى العويل من والدته، وعندئذ تقدم الرسول من الصبي وصلى إلى الله بحرارة، ثم رشمه بعلامة الصليب ونفخ في وجهه، فعادت إليه الحياة بالعيال. فابتهجت أمه وقبلت قدمي الرسول، ودموع الفرح تقبض من عينيها أو تفيض من عينيها. ومنذ تلك اللحظة أخذ أهل المدينة يتقاطرون إليه ليسمعوا تعليمه، وآمن منهم عدد كبير فعمدهم، وأثار هذا الأمر حقد كانت الأوثان، فحاولوا الفتك به مرارا كثيرا ولم يتمكنوا، لأن الرب حافظ على أصفيائه. وأخيرا بعد جهاد شديد ومشقة عظيمة ردهم إلى معرفة الله ورسم لهم أساقفة، وكان ومن هناك ذهب إلى نواحي آسيا ورد كثيرين من أهلها إلى الإيمان. وعاش هذا القديس 90 عاما، وكانوا يأتون به محمولا إلى مجتمعات المؤمنين. ولكبر سنه كان يقتصر في تعليمه على قول يا أولادي أحبوا بعضكم بعضا، وقد كتب الإنجيل الموسومة باسمه وسفر الرؤيا التي رآها في جزيرة بطمس المملوءة بالأسرار الإلهية، وكتب الثلاث رسائل الموسومة باسمه أيضا، وهو الذي كان مع السيد المسيح عند التجلي، والذي اتجه على صدر الرب وقت العشاء وقال من الذي يسلمك، وهو الذي كان واقفا عند الصليب مع السيدة العذراء مريم، وقد قال لها السيد المسيح وهو على الصليب هو ذا ابنك، وقال ليوحنا هو ذا أمك، وهو الذي قال عنه بطرس يا رب وهذا ما له، فقال له يسوع إن كنت أشاء أنه يبقى حتى آجي ماذا لك. ولماذا شعر بقرب انتقاله من هذا العالم؟ دعا إليه الشعب وناوله من جسد الرب ودمه الأقدسين، ثم وعظهم وأوصاهم أن يثبتوا على الإيمان. ثم خرج قليلا من مدينة أفسس وأمر تلميذه وآخرين معه، فحفروا له حفرة هناك، فنزل ورفع يديه وصلى، ثم ودعهما وأمرهما أن يعودوا إلى المدينة ويثبتوا الإخوة على الإيمان بالسيد المسيح، قائلا لهم إنني بريء الآن من دمكم لأني لم أترك وصية من وصايا الرب إلا وقد أعلمتكم بها، والآن أعلموا أنكم لا ترون وجهي بعد، وأن الله سيجازي كل واحد حسب أعماله. ولما قالوا هذا قبلوا يدي ورجلي ثم تركوه ومضوا. فلما علم الشعب بذلك خرجوا جميعهم إلى حيث القديس ووجدوه قد تنيح، فبكوا بكاء عظيما بحزن عميق، وكانوا يتحدثون بعجائبه وودعته، وإنه وإن لم يكن قد مات بالسيف كباقية الرسل، إلا أنه قد تسأمهم في الأمجاد السماوية لبطريته وقدسته. صلاته تكون معنا ولربنا المجد الدائم، آمين. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم من الحب والتفضيل والسلام، ربي يكون معكم. صباح الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير. السبت 13 يناير 2024، 4 طوبة 1740. اليوم 4 من الشهر المبارك طوبة. أحسن الله استقباله وأعاده علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان، مغفور الخطايا والأثام من قبل مراوح من ربي يا أبائي وإخوتي أمين.
وفي مثل هذا اليوم من سنة 100 ميلاديا تنيح القديس يوحنا البتول الإنجيلي الرسول وهو ابن زبدي، ويقول ذهبي الفم أنه تتلمذ أولا ليوحنا المعمدان وهو أخو القديس يعقوب الكبير الذي قتله هيرودس بالسيف، وقد دعاه المخلص مع أخيه بونجيراس أو بونيركاس أي ابن الرعد لشدة غيرتهم وعظيم إيمانهم، وهو التلميذ الذي كان يسوع يحبه. وقد خرجت قرعة هذا الرسول أن يمضي إلى بلاد آسيا، ولأن سكان تلك المنطقة أو الجهة كانوا غلاظ الرقاب فقد صلى إلى السيد المسيح أن يشمله بعنايته، وخرج قاصدا أفسس مستصحبا معه تلميذه برخيروس، واتخذ لسفره سفينة وحدث في الطريق أن السفينة انكسرت وتعلق كل واحد من الركاب بأحد ألواحها وقذفت الأمواج بروخرس إلى إحدى الجزر. أما القديس يوحنا فلبسه البحر عدة أيام تتقذف الأمواج حتى طرحته بعناية الرب وتدبيره إلى الجزيرة التي بها تلميذه، فلما التقي شكر الله كثيرا على عنايته بهم. ومن هناك مضى القديس يوحنا إلى مدينة أفسس ونادى فيها بكلمة الخلاص، فلم يتقبل أهلها بشارته في أول الأمر، إلى أن حدث ذات يوم أن سقط ابن وحيد لأمه في مستوقد حمام كانت تديره، فأسرعوا لإخراجه ولكنه كان قد مات. فعلى العويل من والدته، وعندئذ تقدم الرسول من الصبي وصلى إلى الله بحرارة، ثم رشمه بعلامة الصليب ونفخ في وجهه، فعادت إليه الحياة بالعيال. فابتهجت أمه وقبلت قدمي الرسول، ودموع الفرح تقبض من عينيها أو تفيض من عينيها. ومنذ تلك اللحظة أخذ أهل المدينة يتقاطرون إليه ليسمعوا تعليمه، وآمن منهم عدد كبير فعمدهم، وأثار هذا الأمر حقد كهنة الأوثان، فحاولوا الفتك به مرارا كثيرا ولم يتمكنوا، لأن الرب حافظ لأصفيائه. وأخيرا بعد جهاد شديد ومشقة عظيمة ردهم إلى معرفة الله ورسم لهم أساقفة، وكان ومن هناك ذهب إلى نواحي آسيا ورد كثيرين من أهلها إلى الإيمان. وعاش هذا القديس 90 عاما، وكانوا يأتون به محمولا إلى مجتمعات المؤمنين، ولكبر سنه كان يقتصر في تعليمه على قول يا أولادي أحبوا بعضكم بعضا، وقد كتب الإنجيل الموسومة باسمه وسفر الرؤيا التي رآها في جزيرة بطمس المملوءة بالأسرار الإلهية، وكتب 3 رسائل الموسومة باسمه أيضا، وهو الذي كان مع السيد المسيح عند التجلي، والذي اتجه على صدر الرب وقت العشاء وقال من الذي يسلمك، وهو الذي كان واقفا عند الصليب مع السيدة العذراء مريم، وقد قال لها السيد المسيح وهو على الصليب هو ذا ابنك، وقال ليوحنا هو ذا أمك، وهو الذي قال عنه بطرس يا رب وهذا ما له، فقال له يسوع إن كنت أشاء أنه يبقى حتى آجي ماذا لك. ولماذا شعر بقرب انتقاله من هذا العالم؟ دعا إليه الشعب وناوله من جسد الرب ودمه الأقدسين، ثم وعظهم وأوصاهم أن يثبتوا على الإيمان. ثم خرج قليلا من مدينة أفسس وأمر تلميذه وآخرين معه، فحفروا له حفرة هناك، فنزل ورفع يديه وصلى، ثم ودعهما وأمرهما أن يعودوا إلى المدينة ويثبتوا الإخوة على الإيمان بالسيد المسيح، قائلا لهم إنني بريء الآن من دمكم لأني لم أترك وصية من وصايا الرب إلا وقد أعلمتكم بها، والآن أعلموا أنكم لا ترون وجهي بعد، وأن الله سيجازي كل واحد حسب أعماله. ولما قالوا هذا قبلوا يدي ورجلي ثم تركوه ومضوا. فلما علم الشعب بذلك خرجوا جميعهم إلى حيث القديس ووجدوه قد تنيح، فبكوا بكاء عظيما بحزن عميق، وكانوا يتحدثون بعجائبه وودعته، وإنه وإن لم يكن قد مات بالسيف كباقية الرسل، إلا أنه قد تسأمهم في الأمجاد السماوية لبطريته وقدسته. صلاته تكون معنا ولربنا المجد الدائم آمين. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم من الحب والتفضيل، والسلام ربي يكون معكم.